صعود جديد لليمين القومي، والمرة دي في الأرجنتين. رجل أعمال اسمه خافير مايلي، عامل حزب اسمه الحرية تتقدم، وفاز بانتخابات الرئاسة وهزم مرشح اليسار الأرجنتيني العتيد. الجديد في الرجل ده عن أي سياسي ينتمي لليمين القومي إنه مش رافض توصيات العولمة أو الأمركة ولا النظام العالمي. إحنا قدام يمين قومي موالي للعولمة للمرة الأولى منذ بداية موجة اليمين القومي أو القوميين اللي رفضوا شبكات المصالح الغربية. خافير مايلي اقتراحاته كلها مرعبة، مرعبة أكتر من الرأسمالية النيوليبرالية أو قواميس الصوابية السياسية المرجعية الفكرية للعولمة. منها أنه قرر إلغاء عملة الأرجنتين الوطنية والتعامل بالدولار الأمريكي فيما أطلق عليه اقتصادياً الدولارة، وأعلن أنه حيبيع كل ممتلكات الدولة بما في ذلك العاملة في قطاع الصحة والتعليم. مايلي شايف أن علاقة الأرجنتين الصح لازم تبقى مع أمريكا وإسرائيل، وإرمي من حسابات الأرجنتين الجار البرازيلي أو روسيا والصين. خافير مايلي قرر أنه حيرفض الدعوة للانضمام للبريكس، الدعوة اللي وجهت للأرجنتين مع مصر في نفس المؤتمر. خافير مايلي ناوي يلغي ويقفل البنك المركزي الأرجنتين، ويلغي نص الوزارات، وزارة الثقافة ووزارة التعليم والصحة ووزارة المرأة ووزارة العدالة الاجتماعية. اللي مايلي ما قالوش، ومفيش تقرير صحفي واحد قاله عن الشؤون الأرجنتينية، إن هذا الرئيس ينفذ في واقع الأمر توصيات صندوق النقد الدولي. شبكات العولمة نجحت في إنتاج يمين قومي موالي ليها، وهذا الرجل هو أول منتجات اليمين القومي الجديد. مهزلة جديدة هتضرب الاقتصاد العالمي السنين المقبلة. الأرجنتين لما تلغي العملة والبنك المركزي ونص مجلس الوزراء، دي مش رايحة لليمين القومي، ولكن رايحة في سكة الأنركية أو الفوضى. ده مش نموذج ننبهر بيه، ده نموذج لازم نحذر منه، والأهم إننا نفرق بينه وبين التيار القومي الأصلي حول العالم. الغرب هو اللي طلب من دول ما سمي بالربيع العربي إلغاء وزارة الإعلام. أمريكا لما احتلت العراق قامت بحل وزارة الدفاع ووزارة الإعلام. ده كان أول قرار للحاكم العسكري الأمريكي للعراق الجنرال جاي جارنر. ودلوقتي المطلوب هو إلغاء وزارة الثقافة علشان تسهل الحرب على الخصوصية الثقافية وهويات الشعوب والأمم، ووزارات العدالة الاجتماعية والشؤون الاجتماعية والتموين والتأمينات. كل المعاني دي مرفوضة، وحتى وزارة الدولة لشؤون المرأة مرفوضة. مش عايزين صوت إلا للتشوه النسوي ومحاولة تحويل الأنثى إلى ذكر باسم الحرية لتفكيك شكل الأسرة التقليدي وإيقاف الزيادة السكانية حول العالم من أجل إبادة الإنسان والوصول إلى المليار الذهبي. خد بالك، الأرجنتين قبل مايلي ما كانتش رايحة للبريكس مع روسيا والصين وبس، ولكن كانت رايحة لعملة موحدة مع البرازيل، وكان في مشروع إن العملة دي تبقى عملة موحدة لأمريكا الوسطى والكاريبي والجنوبية، وأطلق عليها اسم سور. المشروع اللي كان حيضرب عرش الدولار الأمريكي في دول الجنوب اللي بتعتبر الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية. كل ده اتضرب خلاص مع وصول هذا الأناركي المخبول للرئاسة الأرجنتينية. الملاحظ إنه أول حاجة عملها بعد ما فاز إنه سافر على الولايات المتحدة الأمريكية يقدم قرابين الولاء والطاعة للبنتاجون وحاخامات أمريكا في مشهد مريب وغير مسبوق. أنت أساساً شخص كاثوليكي، مالك ومن لعبة التحالف البروستانتي مع اليهود في أمريكا؟ بس الواقع إنه السنين الأخيرة شفنا نسخة من الكاثوليكية السياسية مقربة من اليهودية السياسية. جو بايدن نفسه اللي مدي اليهود ضوء أخضر يصفوا القضية الفلسطينية هو كاثوليكي. الأرجنتين هي أكبر دولة مديونة لصندوق النقد الدولي. لما تبدأ تنفذ مطالب الصندوق فإنها بتتحول كده لنموذج، نموذج حنبقى مطالبين بتنفيذه في المستقبل لو فشلت التجربة الاقتصادية المصرية. عشان كده الرجل ده يعتبر بيهددنا بشكل غير مباشر. مصر من سنين بتواجه ضغوط لإلغاء وزارة الثقافة والشؤون الاجتماعية وخصخصة كل شيء. عايزين يكتفوك ويرموك متكتف لعصابات الاحتكار والقطاع الخاص تبيع وتشتري فيك. بس علشان ما بقاش بعمل نمرة علشان حلقة برنامج، عايز أقولك إن فشل النموذج الأرجنتيني خلال سنة بالكتير هيبقى لصالحنا. ده غير حقيقة إننا مش منهارين اقتصاديا ولا عندنا ديون بحجم الأرجنتين، وبالتالي إحنا بعيد عن سيناريو الأرجنتين أصلا، وبعيد عن إنه أي جهة تجرؤ تقول لنا ما تقلدوا النموذج الأرجنتين. والأهم إنه النموذج الأرجنتيني نفسه هينهار خلال سنة واحدة بس. وتفرج وافتكر كلامي ده كويس قوي. الأرجنتين دخل على اضطرابات شعبية ومظاهرات حاشدة،
على مشاكل سياسية غير مسبوقة من 30 سنة في عمر الأرجنتين. أنا قصدت أتكلم بدري علشان واثق إنه أول ما عمايل رئيس الأرجنتين تتحول لترند وسخرية، هتلاقي اللجان الإلكترونية للإخوان بتوظف عمايل الرئيس ده وتقولك ده اللي هيحصل في مصر في المستقبل. عشان كده قصدت أقارن وأوضح الفارق بين المسار المصري وبين النكتة اللي شغالة في الأرجنتين، وإنه فارق بين رئيس مصري وطني بيتخذ قرار وطني وصان استقلال القرار الوطني، وبين رئيس أرجنتيني صنع في مصانع العولمة النيوليبرالية الرأسمالية. نخلي بالنا كويس قوي من حروب الوعي والمعنويات. قالوا لنا من كام سنة مصر دخل على نموذج سريلانكا، وقبلها نموذج لبنان، ومفيش حاجة من الكلام ده حصل. أيام كورونا قالوا لك نموذج إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، ومفيش حاجة من دي حصلت. طريقة عمل لجان الإخوان بيجيبوا مصيبة وأسوأ نموذج ليها في العالم ويقول لك بص هي دي مصر كمان شهرين، مفيش حاجة بتحصل. المبشرين بالخراب هم أحفاد الشياطين، ولا عجب في ذلك، فقد باعوا دينهم ووطنهم وأرواحهم لأهل الشر عشان يضربوا نفسية المواطن المصري على طول الخط. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.